للسماح للناخب العراقي بالتسجيل والاقتراع في مراكز اقتراع الخارج، عليه تقديم وثيقتين رسميتين تحمل إحداهما صورة حديثة. الوثائق التي تثبت أهلية الناخب وانتمائه للمحافظة هي الوثائق العراقية، هوية الأحوال المدنية العراقية، شهادة الجنسية العراقية، جواز السفر العراقي نوع جي، دفتر النفوس العراقي لعام 57، الوثائق الدولية، بطاقة اللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة، شهادة صليب الأحمر الصادرة في بلد إقامة الناخب، وثيقة الإقامة في الدول الأجنبية تثبت المحافظة إذا ذكر فيها مكان التولد. إذا ما قدم الناخب أحد هذه الوثائق التي مر ذكرها، فيكفي أن يقدم أي وثيقة ثانية يمتلكها تعزز بياناته. الوثائق التي تثبت بعض شروط الأهلية وهي الوثائق العراقية التي تثبت الجنسية والعمر، جواز السفر العراقي نوع MASHN، ويمكن للناخب جلب بطاقة إثبات الهوية الشخصية الأجنبية وجواز السفر الأجنبي لإثبات العمر والشخصية. في حال جلب الناخب أحد هذه الوثائق، عليه تقديم وثيقة ثانية تثبت الانتماء للمحافظة وبقية شروط الأهلية. وبحسب كل وثيقة تعتبر البطاقة التموينية واحدة من الوثائق الأساسية لإثبات المحافظة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.ocv-ihec.com. صوتك يجمعنا.